أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة النهائية للحكام في كأس العالم بروسيا، والتي ضمت الحكم الدولي المصري جهاد جريشة. ومن جانبه اعتبر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أن اختيار جريشة يعد إنجازا جديدا للكرة المصرية بقيادة المهندس هاني أبو ريدة، ويضاف للإنجازات إنجاز المنتخب الوطني بتأهله للمونديال، وهو ما يعني حصول مصر على العلامة الكاملة في مونديال روسيا القادم. تمنى عبد الفتاح التوفيق لجريشة وأن يكون خير ممثل للتحكيم المصري في أكبر حدث كروي عالمي.